التنسيق الميداني بالزاك هو تنظيم أو نقول ائتلاف يضم جمعيات المجتمع المدني وشبيبات الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية، كذلك قدماء المحاربين والعسكريين والمتقاعدين. وهو تنظيم للهدف منه هو يعني الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة، واللي من بينها اليوم قضية وحدتنا الترابية، ومن بعد القرار الملكي الشجاع والذي أعطى تعليماته بتأمين معبر القرقارات، واللي الحمد لله اليوم تفتح في وجه التجارة الدولية وفي وجه المسافرين وفي وجه الحالات الإنسانية. تأتي قافلة المحبس واللي الهدف منها أولا إطلاع الرأي العام على أننا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة حفظه الله في كل خطوة نخطوها هو والقوات المسلحة الملكية، وكذلك اعتزازنا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية على طول الحدود الترابية. الوقفة كذلك الهدف منها إطلاع الرأي العام على أن المنطقة تعيش هدوء، وكذلك الحالة التجارية فيها والحالة الحركة للمواطنين عادية، وإن شاء الله أنتم سترون ذلك أثناء الزيارة الميدانية لجماعة المحبس، عكس ما يدعي الخصوم أن هناك حرب وهناك قصف، واللي مجموعة من الفيديوهات المنشورة هي تعود إلى وقائع في مناطق أخرى في اليمن وفي أفغانستان.